تعرفوا ان اسكتلندا من اكتر البلاد اللي بينتشر فيها اساطير عن مخلوقات خرافية، لدرجة انه في مقولة عندهم ان مفيش كهف في بحيرة من البحيرات الا وفيه كائن خرافي. منهم مثلا الكلبر، وده مخلوق بيقدر يغير شكله، بيتصور في الاساطير على هيئة حصان عايم في المية، وبيعرض على الناس انه يعديهم الناحية التانية من البحيرة، واول ما حد يركب على ظهره بياخده وينزل تحت المية ويفترسه. في كمان أسطورة الرجال الزرق، ودول مقابل لحريات البحر، بس رجال بيعيشوا في كهوف عميقة تحت بحر مضيق المنش الشمالي، والأسطورة بتقول إنهم بيظهروا للبحارة خصوصا لو حد منهم لوحده على ظهر المركب بالليل، ويقولوله بيتين شعر ويطلبوا منه يكملهم، ولو فشل إنه يكمل الشعر بيغرقوا السفينة بالكامل. وأخيرا مخلوق اسمه السلكي، وده بالظبط زي عروسة البحر لكن مش مؤذية نهائي، نوع من حريات البحر بتقدر تخرج للشاطئ وتغير جلدها وتخبيه كويس وتاخد شكل امرأة بشرية فاتنة وتتعرف على راجل وتتجوزه وممكن كمان تخلف منه، وفجأة تختفي وتاخد جلدها تاني وترجع تحت المية. غالبا الأسطورة دي ظهرت بسبب عدم قدرتهم على تفسير اختفاء بعض الستات او هروبهم من ازواجهم المفاجئ في فترة من فترات التاريخ، الله اعلم. لكن لو اتكلمنا عن المخلوقات الخرافية في اسكتلندا، ما ينفعش ندي اي كائن اهمية اكتر من الوحش الاسطوري، حفيد الديناصورات الوحيد الباقي من 66 مليون سنة، وحش لوغ نس، صاحب الصورة الشهيرة. لكن يا ترى ايه حقيقة الكائن ده؟ وازاي بدأت الحكاية؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة. بس سريعا بستأذنكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، وطبعا اللايك والشير. وحش لوغناس هو كائن أشبه بالديناصورات، وبالمناسبة لوغناس ده مش اسمه، لوغ بمعنى بحيرة ونيس ده اسم البحيرة، فهو اسمه وحش بحيرة نيس أو وحش لوغ نس. اللي خلى الموضوع ينتشر هو الصورة اللي اتخذت له سنة 1934، والأكتر من 60 سنة الناس كانت بتدور عليه بشكل جاد جدا علشان تصوره مرة تانية، لدرجة ان في أبحاث فعلية اتعملت بشكل أكاديمي ربطت البلاغات بتاعة ظهوره بالمد والجزر أو بحركة النجوم أو بفصول السنة. كانوا بيحاولوا يلاقوا رابط معين يربط ما بين بلاغات ظهوره والظواهر الطبيعية، وكان بيتقال انه بيخرج للسطح مرة واحدة في السنة. لكن هل البحيرة اللي تصور عندها ينفع يستخبى فيها كائن في حجم ديناصور؟ الحقيقة هو ينفع. خلينا نتعرف على البحيرة اللي عايش فيها الكائن ده، لوغ نس، او زي ما اتفقنا بحيرة نس. هي واحدة من اكبر واعمق البحيرات في اسكتلندا كلها، وبيتقال ان لونها مخضر من كتر النباتات اللي فيها، وعمقها مذهل لدرجة انك لو حطيت هرم الجيزة فأعمق نقطة فيها وفوق منه تمثال الحرية، يدوبك شعلة تمثال الحرية هتبان على سطح المية. وده اللي شجع الأساطير طبعا حوالين البحيرة، وخلى فكرة ان كائن بالحجم ده يعيش فيها فكرة مقبولة لأغلب الناس. ده غير كمان ان في مشاهدات فعلا لكائن دوت قبل الصورة، ويمكن أقدم من تاريخ البلد نفسها، زي مثلا بعض النقوش اللي بترجع للفترة الرومانية في اسكتلندا. في نقش بيعتبروا المؤيدين لفكرة وجود وحش لوغ نس ممكن جدا يكون دليل على وجوده من فترة قديمة جدا، وهو نقش الحوت برقبة طويلة أو دولفين، حصان بزعانف، نقش غريب تقدر بسهولة ترجمه على إنه مخلوق مش مألوف، مخلوق أسطوري كان موجود في المكان ده من زمان جدا. الاهتمام بوحش بحيرة نيس بدأ بشكل هستيري في أوائل القرن العشرين بسبب صورة التقطها جراح انجليزي كان بيقضي اجازته على ضفاف البحيرة، وفجأة شاف حركة غريبة في المي، كان لوحده تماما، وحركة الامواج بدأت تزيد بشكل عنيف، وخرج من تحت المي حاجة اشبه بتعبان ضخم. وبعد كده ظهر جسم الكائن ده، كائن شبه الديناصور اللي بالمناسبة ما كانش لسه معروف قوي ايامه، وبسرعة خرج الجراح الكاميرا بتاعته واخد كذا صورة. اغلب الصور ما كانتش واضحة ما عدا صورة واحدة، واللي تسببت في موجة ضخمة جدا من زيارات الصحفيين للمكان علشان يعرفوا اكتر عن الكائن ده. وحش لوغ نس الوحش الاسطوري
وحش بحيرة لوغناس، وتسمت الصورة باسم صورة الجراح. أول تسجيل لأسطورة وحش بحيرة نيس بيرجع للقرن السادس الميلادي في سيرة مكتوبة لقديس اسمه كولومبا، واللي مكتوبة بعد وفاة القديس بحوالي 100 سنة. في السيرة دي متسجل إن القديس ومجموعة من أتباعه شافوا وحش عملاق في نهر نيس، مش البحيرة نفسها، النهر اللي بيصب في البحيرة، أو يمكن البحيرة هي اللي بتصب في النهر، مش عارف. الوحش ده حسب الحكاية كان بيعتدي على القرويين في المنطقة المحيطة بالنهر والبحيرة، وده اللي خلى القديس كولومبا يدخل والمجموعة اللي معاه في مواجهة مع الوحش. والحدوتة بتقول إن هم كانوا هيموتوا فعلا في المواجهة دي لولا إن الوحش فجأة وبدون إنذار هرب تحت المية. طبعا البعض مصدق الحكاية دي تماما، والبعض الآخر بيقول إنها مش أكتر من قصة بطولية لا تمت للواقع بصلة. لكن مع بداية تلاتينات القرن العشرين حصل حاجة رجعت للأذهان حكاية وحش لوغ ناس، لما شاف راجل من الأعيان اسمه جورج سبايسر ومراته يوم 22 يوليو سنة 1933 كائن على شكل حوت له أطراف صغيرة أشبه بالأقدام ورقبة طويلة جدا بتوصل ل 8 متر بيعدي الطريق قدام عربيتهم وفي بقه خروف على شط البحيرة. وأول ما قربوا منه نزل البحيرة بسرعة واختفى تحت المية. الواقعة اتنشرت فعلا في أغسطس 1933 في جريدة محلية اسمها ذا كورير، وجورج ومراته وصفوا الكائن ده للجريدة انه اشبه بالتنين او مخلوق من مخلوقات ما قبل التاريخ. وطبعا بعد نشر التقرير عن رؤية الكائن ده بدأ الناس في زيارة البحيرة على امل رؤية الوحش، وبعدها بدأت مشاهدات الوحش تزداد. بعد البلاغات عن المشاهدات ما بدأت تكتر، الموضوع شجع جريدة ديلي ميل على انهم يدوروا اكتر عن حقيقة وحش لوغ ناس، وعينوا مخرج افلام مبتدئ ومطارد غرائب زي ما كان بيوصف نفسه اسمه مارموداك ويزرويل علشان يسافر لبحيرة نيس ويجيب حقيقة الموضوع. بقى عاوزين سبق صحفي كده مش اي كلام. وفعلا بيسافر ويبدأ يسأل كل المحيطين اللي عايشين حوالين البحيرة، وطبعا بيجمع شوية ادلة من بعض المشاهدات من بعض المقيمين. وبعد فترة مسك اول الخيط وبعت للجريدة بسرعة أول صورة تؤكد وجود وحش لوغ ناس، أثار أقدام غير عادية لحيوان ضخم جدا لقاها في منطقة نائية على ضفاف البحيرة. وذريل عمل قالب من الجبس بسرعة لأثار الأقدام اللي لقاها، والجريدة طلبت منه طبعا يبعتها لمتحف التاريخ الطبيعي علشان يتم فحصها ويتأكدوا منها. وبعد الفحص أعلنت إدارة المتحف مفاجأة أن أثار الأقدام تخص وحش فعلا، حيوان ضخم جدا بس مش أسطوري، ده حيوان منتشر بس أكيد مش منتشر عند بحيرة نيس. أثار الأقدام اللي بعتها ويذرل كانت لفرس النهر سيد قشطة زي ما بنسميه في مصر، وطبعا ده كان شيء غريب جدا لأن فرس النهر مش حيوان بيعيش حوالين بحيرة نيس ولا في اسكتلندا كلها ولا أوروبا أصلا. كان السؤال الأثار دي جت منين؟ وصلت المكان ده ازاي؟ لسوء الحظ كانت الإجابة سهلة جدا، لأنه في الوقت ده كانت منتشرة جدا الأنتيكات والتحف المصنوعة من حيوانات حقيقية نتيجة رحلات الصيد اللي كانوا بيطلعوها باستمرار لأفريقيا والحيوانات اللي بيصطادوها ويحنطوها. وفي نفس الوقت كان منتشر طفاية على شكل رجل سيد قشطة. كان واضح إن الأخ ويذرل اشترى طفاية كبيرة جدا عبارة عن رجل فرس النهر متحنطة وفيها من فوق طفاية سجاير، كانت منتشرة جدا في الفترة دي زي ما قلنا في محلات التحف، وده اللي فضح. وطبعا الجريدة وقفت التعامل معاه، وفضل السؤال هل هو اللي اصطنع أثار الأقدام دي بنفسه علشان يخدع الجريدة ولا حد خدعه هو شخصيا؟ خليكم معايا علشان تعرفوا الإجابة وباقي الحكاية. طبعا بعد ما انتشر خبر ان أثار الأقدام مفبركة، الترند بتاع وحش لوغ ناس فرقع والناس ما بقتش مهتمة أبدا بالأخبار دي، وبقى أي حد يقول إنه شاف الوحش محدش بيصدق. لكن فجأة بتحصل حاجة بتغير كل ده وبتخلي وحش لوغ ناس هو الترند رقم واحد في كل الصحف والجرايد وقتها، حاجة كان صعب حد يكذبها، صورة فعلية لوحش بحيرة نيس. طبعا وقتها لا كان فيه فوتوشوب ولا ذكاء صناعي ولا حتى CGI، كان الناس عندها اعتقاد لا نهائي إن الصورة
لا تكذب أبدا، صورة التقطها جراح اسمه كينيث ويلسون. بس يا ترى قدر إزاي يلتقط الصورة دي؟ سنة 1943 كان في جراح إنجليزي اسمه روبرت كينيث ويلسون واقف على شط البحيرة كده في أجازة بيقضيها هناك من وجع الدماغ والعيانين والمستشفيات، وفجأة شاف منظر مش معتاد في المية، حركة غير طبيعية زي ما يكون جسم ضخم عايم تحت سطح المية مباشرة. وفجأة لقى الجسم اللي عايم تحت المية ده بيطلع له رقبة طويلة جدا بتخرج من المية زي الغواصات. ويلسون كان معاه الكاميرا بتاعته وبسرعة التقط 4 صور للكائن ده، واحدة منهم بس هي اللي طلعت واضحة وتعرفت باسم صورة الجراح وبقت أشهر صورة في وقتها على الإطلاق، وطبعا الكل كان مقتنع بيها وبقت دليل دامغ على إن وحش لوغناس موجود فعلا وإنه كائن ضخم عايش تحت أعماق بحيرة نيس. وأخيرا بقى الموضوع حقيقة وانتشرت الحكاية أكتر وبقت ترند زي ما بنقول، الصحف اتملت بلاغات وحكايات عن مغامرات رؤية الوحش. لكن بجانب كل ده كان في ناس لسه بعقلها وبدأت تدور حوالين الموضوع أكتر وتحاول تلاقي تفسير، يا إما تفسير لنوع الكائن ده أو تفسير لحقيقة الكائن ده. ومن ضمن النظريات الكتيرة جدا اللي ظهرت وقتها إنه من سلالة من الديناصورات اسمها البليزوسورات، وإنه فصيل نجا من الانقراض اللي حصل في العصر الحجري القديم من 66 مليون سنة وإنه نزل للبحيرة وتكيف من وقتها. الحقيقة إن التفسير شافه علماء كتير جدا على إنه تفسير سخيف، لكن كان البعض بيرد بالعلم برضه وقالوا إن في دليل، وهو إن في نوع من الأسماك اللي كانت موجودة في الحفريات واللي تم اعتبارها منقرضة من أكتر من 400 مليون سنة لقوا بعض الفصائل منها حية قدام سواحل أفريقيا. طبعا التفسيرات دي ما كانتش مقنعة نهائي لأي شخص، خصوصا إننا بنتكلم عن مخلوقات انقرضت من ملايين السنين، ولو فرضنا فعلا إنه بعضها نجي فده معناه وجود أكتر من واحد تحت أعماق بحيرة نيس. لكن ده مش صحيح، لأنه على مدار السنين والأبحاث المستمرة عن الوحش ده محدش لقى أي أثر ليه ولا حتى عظام، لأنه مستحيل يكون وحيد وعايش من ملايين السنين. وده طبعا اللي كان بيبين سخف النظرية. ثم مين قال أصلا إن الوحش فعلا موجود؟ تخيلوا إن الناس اتلهت في الصورة والموضوع فضل حوالي 60 سنة حقيقة مؤكدة لحد ما بتحصل حاجة بتكشف اللعبة من أولها لآخرها. سنة 1994 يعني بعد حوالي 60 سنة من التقاط الصورة، في 2 صحفيين قرروا ان هم يفتحوا الملف مرة تانية ويعرفوا حقيقة وحش لوغناس بس بشكل علمي، واللي اكتشفوه كان غريب فعلا. كان كل همهم منصب على حقيقة صورة الجراح، الدليل المادي الوحيد على مدار 60 سنة اللي بتعتمد عليه قصة وحش لوغناس. الحقيقة ان البحث ما كانش موصلهم لأي نتيجة وكانوا خلاص هيقفلوا الموضوع وتفضل حكاية وحش لوغناس وصورة الجراح حقيقة للأبد، أسطورة لا يمكن إثبات عكسها. لحد ما بالصدفة البحتة وقع تحت إيدهم مقال منشور في جريدة محلية سنة 75. المقال كان مكتوب فيه إن الصورة مفبركة، لكن لسبب مش مفهوم أو يمكن لأنه جريدة محلية مش واسعة الانتشار، المقال ده ما خدش حقه من الاهتمام وقتها لأن خلاص الكل بقى مقتنع إن الصورة مش هتكذب. وهنا بيقرر الاتنين يمشوا ورا الخيط ده وبيوصلوا لكاتب المقال اللي بيوصلهم لنقطة مهمة جدا في حل اللغز، بيوصلهم بالراجل اللي عنده مفتاح الحكاية كلها، فلاح اسكتلندي عجوز اسمه كريستيان سبيلرينج. وفعلا راحوا للراجل واتكلموا معاه وقال لهم دي خدعة قديمة جدا وعد عليها زمن تبدأ من 60 سنة لما طلب منه زوج والدته انه يعمل له لعبة خشب على شكل وحش لوغناس شبه الوزة برقبة طويلة، وفعلا عملها له لان هو وقتها كان صانع العاب. الراجل ده اشترى غواصة لعبة من محل العاب وربط فيها اللعبة الخشب وبعدين حطها في البحيرة وصورها من بعيد علشان تبان ان حجمها كبير. طبعا هما ما صدقوش الراجل بالبساطة دي، لكن اللي قاله بعد كده خلاهم يربطوا الخيوط كلها ببعض، لان ببساطة العجوز بيرلينج قال لهم حاجة غريبة جدا ان زوج والدته ده واللي طلب منه ينحت له اللعبة الخشب
هو مارمودك ويفرويل، فاكرينه؟ الراجل اللي عيناته الديلي ميل علشان يدور ورا موضوع الوحش، وفابريك أثار أقدام الوحش برجل سيد قشطة. ببساطة حل لغز لغناس كان في كلمتين، بس الكلمتين دول أخدوا 60 سنة علشان الناس تفهم. مارمودك لما اتكشفت خدعته بأثار الأقدام المزيفة حب ينتقم من جريدة الديلي ميل، واتفق مع صديقه الجراح روبرت ويلسون على الموضوع كله، وخلى الجراح هو اللي يقدم الصورة المفبركة علشان يبقى فيه مصداقية أكبر. ده راجل جراح، إيه اللي هيخليه يكذب يعني؟ لكن الحقيقة إنه كذب فعلا، وصنع مع مارمودك خدعة استمرت لمدة 60 سنة. لازم تعرفوا إنه في آخر 10 سنين كان في بحث بشكل جاد جدا جدا عن وحش لوغناس. كانوا بيدوروا على الوحش ده تحت المية باستخدام أحدث الوسائل، غواصات صغيرة بالريموت فيها كاميرات، درونز فيها سونار مسحت البحيرة كلها، لدرجة إن في بحث اتعمل سنة 2019 جمعوا فيه بعض الأحماض النووية الموجودة في عينات من التربة والمية. ما كانش فيه أي دليل أو أثر لوجود أي كائن غير مألوف في بحيرة نيس، ورغم كده لحد النهاردة البحيرة مستمرة في جذب ملايين الأشخاص كل سنة على أمل إن هم يشوفوا وحش لوغناس الأسطوري، المخلوق اللي مش هيظهر أبدا لكن هيفضل بيسحر الناس بقصص الغموض. المكان هناك جميل جدا، وأنصحكم لو حد سافر يروح يتفرج على وحش لوغناس، يمكن يظهر له. في النهاية أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وبستأذنكم طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أشكركم وأشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.